الحلقة السابقة تطرقنا إلى ألعاب مميزة بأحجام صغيرة، لا تنسى مشاهدتها من هنا. اليوم مع الجزء الثاني وألعاب مميزة خفيفة الحجم. أهلاً في أبتكار. ونكمل مع اللعبة الثالثة، ريال باسكتبول. إذا كنت من محبي رياضة كرة السلة فننصحك بتجربة هذه اللعبة. عند تحميلك لها للمرة الأولى يجب عليك اختيار طريقة اللعب الانفرادي، وعند جمع عدد متواضع من النقاط عندها يمكنك اللعب بشكل أونلاين مع أصدقائك ولاعبين آخرين، بحيث يتوجب عليك أن تحصل على نقاط أكثر من خصمك لكي تفوز عليه. وطبعا دون أن ننسى أن كل انتصاراتك تؤخذ بعين الاعتبار في قسم الإنجازات. غير هذا فاللعبة تمكنك أيضا من اللعب في 6 أنماط مختلفة، بالإضافة إلى أنه يمكن تخصيص بطلك كيفما تريد، لا من ناحية الملابس ولا حتى من ناحية تعابير الوجه ولون الشعر وما إلى ذلك. اللعبة مجانية مع مشتريات بداخلها، وهي متاحة لأجهزة أندرويد وآي أو إس، وحجمها لا يتجاوز 42 ميجا بايت. سابعاً، تنس 3D. تمكنك اللعبة هنا من اختيار بطلك أو بطلتك في عالم التنس لتخوض بها مباريات رائعة سواء عادية أو حتى داخل بطولات. اللعبة تجمع بين سرعة وسهولة التحكم، بحيث كل ما عليك فعله لتتحكم بالكرة هو السحب بيدك إلى أسفل أو لأعلى، يميناً أو يساراً، بالإضافة إلى الجرافيكس العالي الذي يجعل من اللعب في هذه اللعبة أكثر متعة وإثارة. ما أعجبنا في اللعبة أيضاً هو جمعها لأكبر عدد من اللاعبين المتفوقين في هذه الرياضة سواء ذكور أو إناث في العالم الواقعي. اللعبة مجانية مع مشتريات بداخلها، وهي متوفرة على أجهزة أندرويد بحجم 12 ميجا بايت. ثامناً، تراك ريسر. لعبة محاكاة أخرى يحاكي من خلالها اللاعب شاحنة من الحجم الكبير في طريق سريع وسط العديد من السيارات التي يجب عليك تجنبها من أجل الوصول إلى هدفك بسلام. اللعبة تتميز بسهولة تعلم أساسيتها وطريقة لعبها، كما أنها تحتوي على شاحنات إضافية يمكنك اللعب بها عن طريق شراؤها بالنقاط المحصل عليها أو حتى طريقة الدفع. كثرة الإعلانات هو الشيء الوحيد الذي لم يعجبنا في هذه اللعبة، غير هذا فاللعبة تستحق التجربة، وهي مجانية مع مشتريات بداخلها على أندرويد وآي أو إس، وحجمها 31 ميجا بايت. تاسعاً، كينج أوف سوكر فوتبول ران. إذا كنت من محبي كرة القدم فهذه اللعبة ستكون ممتعة لك. فكرتها بكل بساطة هو عدم السماح للمدافعين بمنعك من إحراز الهدف، وذلك من خلال 3 أسهم ستجدهم أسفل الشاشة. كلما تقدمت في المراحل زادت قوة المدافعين وصعوبة تجاوزهم. الجميل في اللعبة هي المراوغات والمهارات الرائعة التي يقوم بها البطل ضد المدافعين. اللعبة مجانية مع مشتريات بداخلها، وهي متوفرة على أجهزة أندرويد وآي أو إس بحجم 48 ميجا بايت. أخيراً، بي سي باي جرافيتي موتو ترايلز. يركب اللاعب هنا دراجة نارية ليبدأ مغامرة السير فوق العقبات والتلال الغير صالحة لذلك. الشيء الذي يجعل الوصول إلى الهدف يتطلب الكثير من الحذر والتركيز للانتقال للمرحلة الموالية. رسوميات ومشاهد اللعبة المظلمة والغامضة مع التأثيرات الصوتية للغاية والطبيعة هي من الأشياء التي أعجبتنا في اللعبة، وهي مجانية مع مشتريات بداخلها، وهي متاحة لأجهزة أندرويد وآي أو إس بحجم 50 ميجا بايت. انتهينا من عرض الألعاب، الروابط تجدونها أسفل الفيديو. نلقاكم الأربعاء القادم وحلقة جديدة. إلى اللقاء يا أصدقاء.